السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، أنا ما زلت لسه في سوق المطرية يوم الخميس اللي عند مستشفى المطرية. هتخش من عند فين؟ من عند البوابة بتاعة العيادات الخارجية في شارع قصادها على طول جنب محل حواء ورشدان. أنا في الساحة اللي فيها عم أبو أحمد، أحمد هدهد. أحمد هدهد هناك أهو في آخر الشارع هناك، أحمد هدهد، عم أبو أحمد، أحمد السوري بتاع الستاير هناك اهو. انت هتيجي من على الشارع ده. الست الجميله دي قاعده في نفس الساحه دي بتاعه جوبرات. اسمك ايه يا خاله ام ايه؟ ام هاني. خاله ام هاني. بصوا الست العسل دي خاله ام هاني، هتلاقوها في الساحه قدام عم ابو احمد على طول. ابو احمد اهو، وام ملك، واحمد السوري، واحمد هدهد، خاله ام هاني قدامهم. بصوا بقى الجوبرات اللي عندها، حاجات بتاعت ايه؟ بتاعت زمان، بتاعت امي وامك، فاكرين؟ بصوا الخامة دي كده بتاعت 35 سنتش. طب انا هوريهم، انا ده خدت منه قبل كده. بصوا ده المتر ب8 جنيه. بصوا التطريز بتاعه تحفة وشكله جميل جدا. ده الظهر بتاعه، ده الوش، ده للملايات. الناس اللي بتحب الملايات تبقى فلات ومن تحت يبقى فيها كنار كده بسيط ومن على الخدديات. ادي كده ده شكل. في الشكل ده بقى جميل قوي، جميل جدا ده. بصوا تحس ان هو فيه كده ملمس قطيفه. ده كده برضو المتر بكام؟ ب8 برضو. والكنس شويه ده، وده ب8 برضو، بس ده قماش وبعد كده حته مخرمه اهي. ده المتر ب8 برضو منه. عندها اشكال كتيره قوي متكيسه، معلش عشان كلها ابيض. بصوا الخامه، الخامه قطن بتاع زمان، شايفين؟ بصوا ده الكنار بتاعها من تحت. الاشكال بتاعتها تحفه. انا جبت منها على فكره قبل كده واشتغلت فيها، عرفت الصلاه والسلام. بصوا ده، بصوا الجمال. طبعا الحاجات المكيسه دي انتوا اكيد دلوقتي بتقولوا يا دعاء افتحي لنا الاكياس، بس مش هقدر عشان دي حاجات لونها ابيض، فنخاف نبهدلها للست يعني. شايفين؟ ده جميل قوي. ده تل على عبايه، على عبايه، ما كل واحده على حسب استخدامها يا حاجه. ده تل، ده تل. بصوا الثلاثه ب10. التطريز بتاعه جميل قوي ده، احنا بس هنحطه. بصوا دي كده ب7 اهي. دي لقمصان النوم، ممكن تتحط وخفيفه وطريه جدا. ده تل اهو، والكنار بتاعها مشغول. بسم الله ما شاء الله. بصوا الشكل دي، لا مش اول مره طبعا. بصوا الشكل ده حلو قوي. دانتيل، وده كده بصوا زي ما تقول استدام، بس هو منه فيه. بصوا الورده ده ب6 جنيه متر، ب6 جنيه والله بلاش، جميل قوي. ب6 جنيه متر، في اشكال على اشكال عندها. في ده برضو انا خدت منه قبل كده، شايفين؟ يعني الاسعار عندها متفاوته. اللي بيجي سوق المطريه هيقدر يشوف الاشكال دي ويحدد هو عاوز ايه منها. في اشكال كتير قوي، اشكال على اشكال. دي مخرمه بس. بالنسبه للجوبير ده يا حاجه، بسم الله ما شاء الله، ده بص ده عامل زي السنسل. ده ب6 جنيه. ايوه استنوا، لازم افتحه لكم. بصوا يا بنات ده ب6 جنيه. بصوا الشكل تحفه، الشكل بتاعه. انا فكيته من الكيس عشان تشوفوا شكله. بسم الله ما شاء الله، بتاع يعني 7 سنتي او 8 سنتي. 15 سنتي. بصوا اه في اشكال على اشكال، وفي اهو ده ب15 جنيه. 15 سنتي. وده برضو حلو قوي برضو. دي وده ما شاء الله، دي جميله قوي كبيره. ده ب7 جنيه. ده ب7 جنيه متر اهو. وبرده دي في منها اسود للناس اللي بتعمل عبايات. ايوه دي ب5. ب5 جنيه دي. اه وفي دي، وفي دي برده، دي تحفه برده. دي ب7 جنيه. دي ب7 جنيه. دي فيها ورده من هنا وورده من هنا، ب7 جنيه متر. بص انا عايزه اعرف بقى الاسترس ده بكام المتر؟ بص ده 15. 15 المتر. بصوا دوت تاخدوه بالطول كده، الناس اللي بتعمل مناديل النيش بيتلزق يعني، انت تلزقيه ممكن برضو على عبايات. تاخدي بالطول كده فرع تعملي مناديل. تاخدي تقص براحتك. اه هو حلو قوي قوي ده، بدل ما تجيبيه فرط وتقعدي تلزقي واحده واحده. لا ده عندك اهو بالمتر. المتر وتروحي المتر وتجيب بكام؟ ب15. ب15 جنيه. اه بالبتاع دوت مسدس الشمع. وعندها فل بجميع الوان، وعندها كولف. بصوا بقى دي، بصوا الجمال ده. حاجات تنفع للعبايات اكتر، اكتر من الملايات، بس عندها حاجات للملايات كتيره قوي وجميله. بصوا دي جميله برضو قوي،
لونها بامبا، عندها ترسر بالمتر، عندها استرس بالمتر، عندها البلابل جيل ملونة او الكور على حسب ما انتوا بتقولوا. في حاجة صوفة اهي، الناس اللي شغالة بقى شتوي اللي يمجي دي تنفعها قوي في العبايات. ده صوف. المتر الصوف بكام يا خالتو مواني؟ ده التلاتة بعشرة. ده التلاتة بعشرة ما شاء الله، مفيش الا هو اللون ده واللون ده. بصوا ده كده الورد. الورد عندك بكام الكيس؟ باتنين جنيه الكيس. باتنين جنيه والله في حبة وردة حلوين، يعني الاشكال كلها اهي. الكيس باتنين جنيه. بصوا الورد ده جميل قوي، ورد جاهز ممكن تقعدش على التوى وملابس السواريه على حسب استخدامك. بصوا التلات وردات بكام يا خالتو مهاني؟ التلات وردات بكام؟ باتنين ونص. التلات وردات جاهزين اهم، ودي ظهرهم اهم، الظهر بتاعهم ما شاء الله. الصندوق ده مليان الوان على الوان اهو، الوان كتير قوي. بصوا ادي الفصوص اللي انا بقول لكم عليها، بدل لما تاخدوا فص فص تلزقوه، التاني بالطول كده تقصوا تلزقوا، ده كده اهو تلزق فص فص. ده عندك اللون ده لون ابيض. بصوا دي مش زيها، دي عيون، عيون بتاعت الدباديب او بتاعت لعب الاطفال اللي عاوز ياخد منها ويحط منها. بصوا الورود دي، والورود دي يا خالتو ام هاني بكام؟ دي بخمسة. حلوة قوي برضو، حلوة قوي قوي، على التوك، على الملابس بتاعت الاطفال، على الملابس السواري، فيها زي طول كده والوان. عندكم الوان على الوان اهي، اللي محتاج حاجة يشوفها هنا. وعندها خيوط، عندها ستان رفيع وستان عريض. بسم الله ما شاء الله الفرشة مليانة. وعندها كوت، عندها الشغل بتاع التطريز، الخيط ده اللي كنا كلنا زمان بنجيب منه، كانت البقرة بخمسين قرش، معرفش دلوقتي بكام. بكام دي يا خالتو مهاني؟ باتنين جنيه. طب ما غليتش كتير، كنت بجيبها بخمسين قرش، ولغاية دلوقتي عندي منها. كنا بنطرس منها على قماش البافتة، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ولا انا بس الوحيده اللي مريت بالتجارب دي؟ بصوا ده حلو قوي، الكره دي للملابس بتاعت الشتاء، او قولوا معايا ليها حتى عليها اهي تعلقيها منها، للملابس بتاعت الشتوي او الشيلان. بس للاسف الاسود مش كتير، الهافان بس اللي كتير عندها. بقرة الخيط بقى النجمة بكام؟ السودا او البيضة؟ 15 دي او دي؟ ب 15 جنيه دي او دي الكبيرة. طب والله حلو برضو، انا بسمعكم انتوا ما بسمعهاش هي، عشان خاطر ما حدش يقول لي انت يا دعاء بتسمعي التاجر وتطمعي فينا. بصوا دي جميلة قوي جميع الوانها. انا دي بسم الله ما شاء الله، يعني انا بعمل شغلي منها. ده بالذات لازم انا اجيبه، او هقرب لكم الكاميرا، لازم انا اجيبه. ليه؟ بيبقى لونين في بعض كده ومدي شياكه، غير ان هو يبقى لون واحد كده. بكام القطيفه اللي بيلمع؟ بجنيه المتر. بجنيه المتر، انا ما رضيتش اقول بجنيه لان انا فعلا جايباه بجنيه المتر. بصوا دي حاجات بقى كده متربة لازم تتمسح عشان اشوفها لكم. واللفه دي حلوه قوي، انا وريتها لكم قبل كده في عند المزار، معرفش هنا بكام. بكام يا خالتو مهاني؟ ب 35. جيب 35 تمام. وعندها مقصات اهي التشطيب، وعندها مكوك، عندها كل حاجه خاصه بالخياطه. يا رب يكون الفيديو ده مفيد لكم.